حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المميز إضاءات شبابية. مثل ما عرفنا أن هذا البرنامج يتكلم عن حياة الطلبة، نعيش ونتعايش معهم. اليوم راح نتكلم أكثر عن طلبة المبتعثين في الولايات المتحدة في أكثر من جامعة، أنهايم، نوثريدج، بالإضافة إلى لوس أنجلوس، هوليوود. كل هذا راح تشوفونه إن شاء الله في الحلقات القادمة. أحد أحياء مدينة لوس أنجلوس التي تتبع ولاية كاليفورنيا وتقع في وادي سان فرناندو، وهذا الحي هو موطن لجامعة ولاية كاليفورنيا فرع نوثريدج، فضلاً عن أنه يضم 11 مدرسة عامة وثمانية مدارس خاصة. وقد أطلق على هذا المكان عام 1929 اسم شمال لوس أنجلوس للتأكيد على قربه من لوس أنجلوس تلك المدينة المزدهرة، ولكن هذا الاسم تسبب في ارتباط كبير لدى الناس مع لوس أنجلوس وشمال هوليوود. وبناء على اقتراح من أحد زعماء الحركة المدنية تم تغيير الاسم إلى الاسم الحالي نوثريدج في عام 1938. يعود تاريخ نوثريدج إلى شاب غابريلينو أو تونغ ذا وإلى المستكشفين الأسبان، وقد تم بيع أراضيها من قبل الحاكم المكسيكي. وهذه المنطقة باتت فيما بعد موطناً لعدد من الأشخاص البارزين، وهي تحتوي على معالم سياحية بارزة. الأسباب التي تجذب الطلاب من مختلف قارات العالم للدراسة في جامعات الولايات المتحدة كون هذه الجامعات تمثل مجتمعاً منفتحاً على جميع الثقافات في العالم. لذلك يشعر الطالب الوافد للدراسة في تلك الجامعات بالألفة سريعاً، ولا تنتابه أحاسيس الاغتراب في المجتمع الأمريكي، لأنه أصلاً مجتمع استمد قوته وشهرته من اختلاف مواطنيه وتنوع أصولهم وثقافاتهم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد شوي راح نسولف مع الطالبة المتميزة مريم العلي وعن تخصص جدا جميل التسويق والماركتينج. حياكم الله. تعرفين عن نفسك؟
اسمي مريم طارق العلي، طالبة في جامعة كاليفورنيا ستيت يونيفرسيتي نورثريدج، تخصصي تسويق ماركتينج. كم سنة صار لك دراسة؟ صار لي من 2015، يعني الحين إن شاء الله يعني بتخرج. إن شاء الله نقدر نقول لنا سنة تخرج؟ إن شاء الله سنة الجاية. الله يوفقك إن شاء الله. أبي تسولفي لي عن يومياتك. يومياتي يعني كطالبة مغتربة حالي حال أي طالب، أقوم على حسب بين وقت كلاساتي بالجامعة، مرات الصبح مرات العصر. يعني بالويكند شو تسوين؟ بالويكند على حسب، مرات نتجمع ويا البنات، نطلع يعني أماكن جديدة، المنطقة تدري كبيرة، نسافر مرات رود تريب. يعني نقول إن شاء الله خلال الأيام من الأسبوع هي دراسة، وبالويكند هو يكون أكثر. أكيد يعني أكيد أيام الأسبوع دراسة، مواعيد، اجتماعات، فنرتاح بس بالويكند، فهذا يكون زين. تكرين تقولي لي عن علاقتك مع الطلبة داخل الجامعة؟ علاقتي مع الطلبة وايد زينة الحمد لله، يعني وخاصة الكويتيين والعرب، يعني كلنا على قلب واحد ونساعد بعض بأي موقف، سواء كان بالجامعة أو برا الجامعة، يعني الحمد لله كلنا على قلب واحد. ممتاز. زين شو اللي استفدتيه من بعض الطلبة، خاصة لما نتكلم عن شرق آسيا، لما نتكلم عن أوروبا، نتكلم عن الأمريكان، شو اللي استفدتيه من الثقافات منهم، شو اللي استفدتيه من حياتهم؟ طبعاً والله يعني كل إحنا خاصة بجامعتنا يعني في وايد جناسي، وايد يعني من جميع الدول تقريباً، وصادف يعني أنا تعرفت على أمريكان، على يعني كذا واحدة من اليابان، من الصين، كل واحدة يعني ثقافتها غير، طريقتها غير، حياتها يعني أسلوبها، ومرات ينصدمون من أشياء لما أسولف لهم عن الكويت وكذي، خاصة الأمريكان يستغربون وايد إن إحنا شلون طلبة مبتعثين وعلى حساب الحكومة، عندهم شيء وايد غريب. يعني إحنا نقدر نقول إن الابتعاث هي نعمة. طبعاً أنا وايد أحمد ربي إني صراحة درست إن بأمريكا. يعني نقدر لو نبي نوصف الابتعاث، أقول لك مثلاً أعطيني تعريف الابتعاث، أقرب ما له هي رسالة وطنية، صح؟ طبعاً. شلون نقدر نثبت هذه الرسالة الوطنية؟ المفروض إنه يعني يجرب حياة الغربة، إنه شلون يعيش بروحه، يعتمد على نفسه، راح يعيش بين بيئة وناس يعني أول مرة راح يشوفهم بحياته، ما يدري هم شنو، فراح يعني يعتبر إنه هو راح يجرب وايد أشياء كعيشة وكناس كجامعة، حياة غير. يعني أحس لازم الكل صراحة ديت للفرصة ما يطوفها. أغلب الحلقات اللي سويناها في هذا البرنامج كانوا يتكلمون دائما عن تنظيم الوقت، يقول إحنا اختلف معانا كثير الوقت ما بين الكويت ما بين أمريكا، شو تشوفين أنت في هذا الأمر؟ طبعا أنا كل بداية كورس لي لازم أشتري رزنامة أكتب فيها بالضبط أنا شنو راح أسوي، يعني خطتي مثلا من اليوم حق الأسبوع كامل. ممتاز. لازم بكل وقت بالساعة أكتب مثلا من الساعة الفلانية لساعة الفلانية أنا راح أكون في اجتماع ويا طلب ويا الطلبة في هالكلاس، أكتب كل شيء عشان أعرف يعني أنا مثلاً باكر شنو عندي، اللي عقبه شنو عندي، يعني لازم أكون منظمة وقتي وأموري يعني قبلها، يعني أتليست يعني وين ويك لازم قبلها. يعني لو نبي نقول الحين مريم الأسبوع هذا شو اللي سويتي من الرزنامة اللي كتبتي؟ من الرزنامة؟ أوكي، يوم الأثنين طبعاً داومت، كلاساتي كانوا من الساعة 12:30 لعشر بالليل. بعد الدوام عادي رديت نمت، قعدت يوم الثلاثة داومت، وبعدها رتبت أموري لأن أنا عندي سفرة باكر حق المؤتمر مع الاتحاد طلبة أمريكا. اليوم رحت خلصت غسلت هدومي، ضبطت جنطتي، ضبطت وضعي بكل شيء، طلعت الجواز حطيته بالجنطة، يعني أرتب أمور السفر، وباكر قبل طيارتي لازم أقوم الصبح أروح الصالون، وبعدها لازم أروح المطار، وبس يعني باجي لهذا بالسفرة عادي. أنا بالسفرة مخططة شنو بسوي، يعني بالضبط مطلع أماكن معينة لازم أروح لها وكذي. زين مريم أنتي سولفتي أكثر عن موضوع مؤتمر، زين أبي تقولي لي شنو تسوون بالمؤتمر هذا؟ هو المؤتمر يصير كل سنة طبعاً بأمريكا، الاتحاد هو اللي ينظمه، ويكون في تصويت حق انتخابات قوائم تنزل، ويكون في تصويت يعني الطلبة يروحون يصوتون من جميع الولايات اللي بأمريكا، نروح نصوت، المفروض إنه يكون في فعاليات يعني
ويعني فعاليات حق الطلبة، ندوات كذي. أنا شوفي ما بيدخل أكثر موضوع القوائم، موضوع الانتخابات، لكن اللي أنا سمعت إنه في تنافس ما بين قائمتين. صحيح. وأثناء المقابلات مع أكثر من أشخاص، في أشوف المؤيد وأشوف المعارض، من ضمنه حتى أنت قبل اللقاء سولفنا أنا وياك. صحيح. فكان عندك رسالة تبين توجهين للقوائم الطلابية. أي طبعاً. أول شيء يعني أنا تخرجت 2014، حلو، فما حد ساعدني في تقديم على الجامعة، على المعهد، كل شيء يتعلق بأمريكا، السكن، هذا غير قائمة الوحدة الطلابية للأمانة. يعني كلنا فتحنا عيننا على أمريكا منهم صراحة. أي شيء نبيه أسئلة، وهم أصلاً عندهم مقر بالكويت، فهم كبداية هم اللي ساعدوني. بعدها بسنة أتوقع أو سنتين فازوا القائمة الثانية اللي هم قائمة المستقبل أتوقع. للأمانة يعني أنا صراحة أيد كل الطلبة أنهم يصوتون حق الوحدة، لأن هالقائمة يعني ما أحس إنه ما قاعد يستفيد منه، يعني ما قاعد يسوون نفس فعاليات الوحدة، هم ما سووا نفس اللي سووا قائمة الوحدة الطلابية، هم توهم أول سنة يمسكون. لو نبي نتكلم أكثر عن الأنشطة اللي تقدمها اتحاد الطلبة، شنو الأنشطة ممكن يقدمها؟ هم يقدمون كل فترة بين فترة وفترة يقدمون أنشطة في كل ولاية. حلو. يعني مرات يسوون جاذرينج عشاء يمعة، يبون مثلا حق الشباب كود جنجفان حشية ذيب يمعونهم. مرات يسوون جولات انتخابية، مرات يسوون دورات حق الآيلت والتوفل حق طلبة اللغة، يعني يسوون يعني أنشطة. يعني هذه الأنشطة احنا نشوف انها تكون مثمرة اكثر للطلبة المبتعثين وبالتحديد المستجدين. اي طبعا. هو على حسب، يعني مرات يكون في أنشطة حق المستجدين، في أنشطة حق انتخابات، في أنشطة يعني تجمع الطلبة الكويتيين. زين مريم، اولا ابي تسولفي لي عن موضوع الابتعاث. شلون خطرت على بالك الفكره هذه؟ انا من وانا صغيره كل اقول حق اهلي ان انا اذا تخرجت راح اكمل بامريكا. من وانا يعني اي احد يسالني وين تدرسين اقول لهم بامريكا بامريكا. فالحمد لله تخرجت من الثانويه، يعني انا كنت علمي واساس اني اكون مهندسه. فانا اول ما تخرجت قدمت على امريكا ان انا ابي اصير مهندسه وبامريكا. تمام. فالحمد لله انقبلت يعني، وجيت قعدت سنة لغة. بعدها اتخذت قرار ان انا ما ابي اكون مهندسة، ابي ادرس بزنس. يعني نقدر نقول ان اول سنة كان تمهيدي اتوقع. اي لغة. بعدها انت تحددين. ايوه بعدها انا احدد اذا بكمل بتخصصي او اني بحول. شو الاختلاف ما بين، يعني انا اللي اشوف انه ما بين هندسة ما بين تسويق، علمي ادبي، شو اللي اختلف عليك؟ ما حسيت ان انا ما فجأة، يعني ترى بيوم وليلة انا قررت حتى بدون ما اقول حق اهلي. انا قررت ان انا خاص احس انا ما ابي هندسه. تمام. يعني سبحان الله احس الموضوع كان خيره يعني. فانا قدمت على تخصص التسويق اللي هو البزنس، يعني اداره اعمال، ومشيت فيه. يعني حسيت ان انا اميل له اكثر لما صارت الصجيه، والحين يعني بالوقت الحالي صراحه البزنس يعني احس وايد انه متصدر هالفتره. زين الاخت مريم، ليت تسولفين لي اكثر عن التخصص التسويق، وبالتحديد شو اللي اضافه لك؟ تخصصي انا يعتبر يعني هو يعني قسم من إدارة الأعمال. هو طبعاً في وايد، في تمويل، في مثلاً الفاينانس، الماركتينج. أنا تخصصي أحس إنه يعني خلاني أكون وايد جريئة لما أنا أسولف، وايد في برزنتيشن، وايد في اجتماعات. يعني كل واحد فينا، كل طالب يتكلم، أقوم أوقف قدام مثلاً 70 طالب، 100 طالب، أنا أتكلم وأسولف.
فحسيت انه صرت جريئه اكثر. قبل كنت استحي وانا بنيه وشي وكويتيه والانجليش يعني not my like first language. انا العربي هي لغتي, فمرات احس انه في صعوبه اتفشل مثلا كلمه غلط شيء احرف. فيعني حسيت انه صار فيني جرأة اكثر ان انا اسولف قدام الناس واجتماعات, يعني كنت اعرف اتصرف فيها زين. بدي اسولف الحين اكثر عن الكويت. اشتقتي لها؟ اكيد. زين شو تقولين رساله لكل الكويتيين الموجودين الحين قاعد يشوفون؟ اول شيء انا نقطه ضعفي لما حد يسالني شيء عن الكويت وايد اشتاق لها, واشتاق حق اهلي وايد, يعني مو بس اهلي حتى يعني مرات يصير فيني ودي ارد الكويت بس لو يوم اشوف شوارعها بس وارد. والله هذا كافي, ما يعني ما ادري شنو اقول صراحه. ما اشتقتي حق الوالده؟ اكيد الوالده, اختي, خواتي, الكل يعني رفيجاتي اكيد. ان شاء الله ويني ان شاء الله رده قريب, يعني بتخرج وان شاء الله رده قريب. بالعكس الغربه هذه دام انت رجعتي لهم شهاده فهذا خير دليل ان انت رفعتي راسك. طبعا ابيك تسولفي لي عن رمضان. انا عارف ان هي انت كطلبه الله يعينكم على رمضان. صحيح. شلون يكون حياتكم برمضان؟ اولا كان رمضان يصادف بالسمر الصيفي اللي هو فصل الصيفي, فكان وايد صعب بالنسبة لي. وأنا أول رمضان أقعد في بأمريكا, يعني أول رمضان كان لي برا الكويت. فبداية كان صعب, أحس إن جامعة ودوام والجو يعني كان حار, والكلاسات نظامهم هني يعني عادي لعشر بالليل, ويعني كان وقت الفطور عزل الكلاس. فكنا نطلع نقول حق الدكتور نبريك بس برا, نطلع نشرب ماء وناخذ لنا أي تصديرة ليعد بعد الكلاس كنا نتفطر. مرات تصير يمعات بين الطلبة, يسوون يمعات اللي مثلاً يطبخ ويدز نقصة حق أحد. والله أغلب الأيام كنت أكل بروحي, كنت أطلع من الكلاس يعني ما يتملوا أي مطعم بوي, أمر وأنا اللي رد البيت. شنو الأكلات اللي أكثر شيء تحبين تسوينها؟ أحب أسويها؟ أنا ما أعرف يعني أطبخ وايد, بس أنا أسوي عيش أحمر ودياي, دياي كريمة, بس يعني أشياء شيء. تذكرين أول رمضان؟ شنو أول نكسة أخذتيها؟ أخذتها كيكة. حلو. كيكة إيه سويت يعني بس. حلو يعني تحلية. بس كان سويت. زين أول يوم العيد. تتصين على من؟ أمي. شنو تقولين لها؟ أمي لازم أول واحدة أدق أعايد عليها, ويدتي الله يخليها طول عمرها لازم. بعدين عادي بلشون أعضاء العائلة جميعا, هي كلهم لازم أدق على الكل وأسلم على الكل, واللي مثلا ما يرد عليه أو لأنه فرق الوقت هني غير لازم مسجات حق الكل يعني عايد الكل. زين مريم الحين بنسولف أكثر على علاقتك مع المكتب الثقافي, شنو دورهم تجاهكم؟ المكتب الثقافي يعني غالبا يعني يساعدون الطلبة, مشاكل الطلبة, مواقف مثلا صارت. يعني أنا للأمانة ما أروح لهم وايد إلا يعني مرة أو مرتين, كان هو اللي قلت لك لأن حولت من إنجينيرينج لماركتينج. فيعني أي مشكلة أي نبي شيء بالجامعة وهذا على طول نروح لهم, يعني هم ما يقصرون ويانا ويساعدونا لو بالتلفون لو بالإيميل, يعني على طول يردون علينا. أنا والله شوفي يعني الحمد لله أغلب آراء الطلبة على موضوع المكتب ده كانوا يشيدون, خاصة لما تصير مشاكل عندكم, خاصة لما تصير مثل أحوال جوية سيئة. أي لازم مسجات. على طول قبل فترة صار في مثلاً إطلاق نار يعني في منطقة قريبة من جامعتنا, فدزوا إيميل حق كل الطلبة إن ردوا علينا بأي شيء بس طمنونا إن أنتم بخير. فلازم الكل يرد, ولازم يعني وأي لو صار بأي ولاية لنفرض مثلاً فيضان أو إعصار لازم يشكلون لجنة طوارئ ويحافظون ان هم يعني يطمنون على الطلبه. بالعكس هذا يشكرون عليه المكتب الثقافي. اي طبعا لا مو قصرين ويانا الحمد لله. زين شنو علاقتك مع دكاتره الجامعه؟ للامانه يعني دكاتره الجامعه احس ان يعني يختلفون عن بعض, في العنصري, في الطيب, في الزين, في اللي ما يهم الجنسيه وهذا. في مثلاً واحد يقول لك والله أنت على شغلك أنا أقيمك, وأغلبيتهم كذي يعني. شنو القصص اللي واجهتك؟ أنا يعني ما واجهتني وايد قصص ويا الدكاترة لأن أنا أداوم, ما أغيب وايد, أحب أداوم وأحب يعني أسوي شغلي أول بأول, ما أحب أتأخر.
يعني دائما اول باول، مثلا اذا ابي شيء او حسيت ان درجاتي مو ماشيه اروح اكلم الدكتور. ما صدفت وياي دكتور عنصري كلش يعني الحمد لله. مريم، بس تكلمين الحين أكثر على موضوع التخصص مالك، لازم تكلم فيه. شو تشوفينه إذا إن شاء الله رجعتي للكويت؟ بالنسبة حق تخصصي، يعني إن شاء الله أنا اللي تخرجت ناوية أكمل ماستر هم من هني بأمريكا، وبعدها إن شاء الله راح أرد للكويت. طبعًا أحس تخصص إدارة الأعمال المطلوب يعني بوايد أماكن، سواء شركات أو بنوك، فأنا إن شاء الله راح أقرر وين إني راح أتوظف، وبنفس الوقت مفكرة إنه يكون عندي بزنس خاص فيني إن شاء الله. وإن شاء الله شنو المشاريع اللي ببالك؟ أنا للأمانة أحب صالونات، فيعني أمنيتي إنه يكون عندي صالون ومتخصص حق الأظافر. يعني نقدر نقول مريم فاشينيستا القادمة؟ لا 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 لا, لا مو فاش مو فاشينيستا كلش، بس إنه ودي إنه يكون عندي صالون حقي أنا، ويكون إنه يعني مختلف شوي، والبرودكت اللي بجيبهم من إليه طبعًا. طبعًا إحنا لما نقول فاشينيستا مو المقصود فيها إنه يكون اتجاه سلبي، بالعكس هو أحيانًا السوشيال ميديا دائمًا يقدم لنا نماذج جدًا طيبة. إحنا نأخذ الشيء اللي يخدمنا ونبعد عن الشيء اللي ما يخدمنا. زين، أنا سامع إن في لك موقف على نقل من شقة لشقة، إيه ليش تسولفينا؟ طبعًا مواقف هني بأمريكا وخاصة بالغربة يعني وايد، لو بسولف ما راح أخلص. في الزين وفي الشين طبعًا. الموقف اللي صار لي، كنت بنقل من سكن لسكن، ف يعني في شركات تساعد للنقل، بس في يعني اذا ابي اجر الشاحنه اللي هي بحط فيها الاثاث هذه انا اجرها. فرحت والله وخذيت الشاحنه، اسم المكان يو هول، اتوقع الطلبه راح يعرفونه. ف اجرت السياره وما كنت متوقع ان انا المقصود في السياره انت اللي تسوقينها ولا انت هي توصلت وفي شخص؟ لا انا اروح اجرها. أيوة. يعطوني المفتاح وانا اسوقها. انت اللي تسوقين السياره؟ طبعا. كمل. فانا خديت الشاحنه حاطه ببالي ان اقدر اتحكم بالكشن، ان ارفعها وانا قصيره يعني. فصار فيني قمت اسوق، قمت اطالع من فتحه السكان، الفتحه السكان اللي فوق، فما كنت يعني طبعاً مليون مرة قلت دعاء الركوب، بس أبي أوصل شقتي. قاعد أطالع من الفتحة وحدي متوترة، وصلت السكن ولا بالطوفان داشة، ما قاعدة أشوف الشاحنة وايد كبيرة. فهذا موقف ما أنسى، يعني سكن جديد توني بس كنت فيه كسر طوفان. زين، أنا أعتقد أن هذا الأمر يعني لازم فيه مساعدة، صح؟ أكيد. يعني المساعدة هذه إما تكون يعني من يعني أشخاص الشركة نفسهم، أو أقل تقدير من الطلبة يكونوا وياك. أي صح. لا يعني لو أنا مكلمة أي أحد من الطلبة، سواء بنات أو يعني شباب ويانا بالجامعة، يعني أتوقع الكل كان راح يساعدني ويوقف وياي، بس أنا ما حبيت يعني أضايق أحد أو أكلف على أحد. جبت والله شركة اثنين يعني ساعدوني، بس يعني أنا هم ما يصير هم يسوقون الشحنة، لازم أنا اللي مأجرتها باسمي، لأنه فأنا اللي سكتها وأنا ساعدتهم. هم بنفس الوقت هم لازم يقدرون على سبيل المثال خبرة، يقدمون يعني أمور كثيرة، بس أعتقد إنه يبي لها تعديل أو يبي لها شوي يعني أمور جدا. ان شاء الله هذا مثل هذه الامور نحاول نقدمها لاتحاد طلبه يحاولون يعدلون فيها اكثر. صح. زين، ابي تسولفين لي عن الاعياد الوطنيه، شلون تستقبلونها، شلون تقدمون الانشطه؟ الاعياد الوطنيه بالجامعه النادي الكويتي يعني ما يقصرون، كل مناسبه لازم يجمعونا ويا بعض، سواء رمضان، غبقه، عيد وطني، اي شيء يعني يسوون ايفنت بالجامعه ويجمعونا يعني ويا بعض نحتفل بالعيد الوطني ويا بعض. السؤال هذا طرحته على أكثر من طالب، كانوا الحلو فيهم إنه يقدمون مشاريع داخل الجامعة، يسوون بوثات. صار لكم مثل هذا الأمر؟ إيه، جامعة فولرتون أتوقع الأسبوع اللي طاف سووا يعني نفس مكان بارك، يكون حديقة بوثات، والطلبة يعني يشاركون، كل واحدة مثلاً البنات عندنا هني بالجامعة يسوون سويت كيك، يعني أشياء مشهورة بالكويت، حلويات مشهورة بالكويت. سوى والله بنات يعني ويبيعون فعل الجمهور، يروحون والله طلبة كويتيني، لازم
أنا ما أبي طلبة، أبي طلبة ثانية مثل الآسيويين مثل أفريقيا، لما يشوفون مثل هذه المشاريع خاصة مثل أنتظمونك أيون يعني يسألون يستفسرون إن هذا شنو، إن هالشيء مشهور عندكم ولا، ويجربون يعجبهم يعني يحبون ترى أكل الكويت والسويت الكويتي. أي وايد يحبون هالأشياء وايد يحبون يسألون إن أنتوا شلون تسوون كذي. شنو المواقف اللي صارت لك في هذا البوث؟ أنا ما نزلت للأمانة بوث، يعني رحت مرة أنا ما كنت مشاركة، فرحت يعني سألت وشفت إنه يبيعون وكذي، جربت والله يعني بس مو كل شيء. شنو دور السفارة في هذا الأمر؟ يعني أكيد لازم يكون فيهم نشاطات، لازم يكون فيهم احتفاليات في العيد الوطني والتحرير. أي مصطفى، أنا اللي أذكره القنصلية هم يسوون كل سنة في عليه احتفال عيد وطني، بس إنه مو كل الطلبة يروحون، أشخاص معينة يعني تجي لهم دعوات. تمام. إيه، فأنا ولا مرة رحت صراحة. ما ودي تشاركين مثل هذه؟ والله عادي يعني، بس إنه أفضل إن أشارك بجامعتي. ما زين، أنا ملاحظ إن أغلب الطلبة لما يشاركون ما يحاولون يقدمون الزي الرسمي، خاصة لما نتكلم عن الشاشة ولا قال للرجل. لكن إذا أنت قدمت مثل البخنق مثل لا، في يلبسون. أنا وقت لما كنت باللغة كان في طالب ويانا الله يذكره بالخير مداوم بعيد وطني بالعيد، نعم، دشداشة وغترة وعقال وكذي، يعني كنا بالكويت. وهم عندنا بعض طالبات يعني إذا كان في مناسبة، مثلا الغبقة اللي صارت برمضان من نادي الكويت لما سواها، الأغلبية لابسين دراريع والبنات يعني. شاركتي وياهم؟ إيه شاركت بالبخنق والدراريع ولا؟ إيه كنت لابسة يعني لبس إنها غبقة يعني. تمام. زين، قبل ما نختم شو الرسالة تحبين تقدمينها للطلبة المستجدين؟ الطلبة المستجدين طبعا أول شيء الله يوفقهم ويوفق الجميع، وثانيا أحب أقول لهم أن أنتوا كبداية وكطلبة مستجدين أكيد باللغة، أتمنى أنكم ما تغلطون غلطة البعض وتردون من البداية، أن تقولون أن لا الوضع صعب هني. وفعلا هو العيشة بأمريكا شوي صعبة يعني حق الطالب، خاصة المغترب مو أي أحد يقدر عليها، يبلها قلب قوي صراحة. فأحس إن لا تستسلمون من البداية، يعني صبروا شوي، يعني حاولوا تعطون نفسكم وقت كتفكير كأنتوا، يعني نطروا على نفسكم شوي وإن شاء الله ما راح تحسفون. يعني أنا عن نفسي كلش مو متحسفة إن أنا جيت أمريكا، وبالعكس أحلى تجربة صارت لي بحياتي، فأتمنى إن الكل يستانس فيها وإن شاء الله الله يوفقهم ويكتب لهم اللي فيه الخير. الله يجزاك خير. مشاهدي الكرام، في ختام حلقتنا، مريم هي منارة مستقبلية للكويت، نتمنى الدعاء لها وكل الطلبة. مع السلامة. إنها الخز الموشى بالذهب وعروس البحر بل تاج العرب، قد بناها القوم من أجدادنا.